كتعرفوا المدينه كل هالاحياء خصها تكون متوازنه، يعني ماشي ندير فيها غير النعاس، لا خص تكون فيها يعني التجاره، يكون فيها المدرسه، يكون فيها مستوصف، يكون فيها الرياضه، تكون فيها القاعات المطالعه، القاعات الرياضه، راه خصنا نوفروا هذا الشيء بحال اللي كاين في الدول اللي كتحترم المراسات، يعني كتكون احياء متوازنه. هذيك الحديقه ديال الشاويه 100 و100 عين عليها، مع كل الاسف حنا مدينه الدار البيضاء الفضاءات الخضراء فيها قليله، واللي كاينه كلشي باغي ينقز عليها، ومني كيكون شي اصلاح مع كل اسف يعني كيضيعوا. حنا انا كنذكر واحد المجلس اللي كانوا فيه يعني قامات مهمه ومحترمه، هذاك المجلس كان بغى هاد الحديقه ديال الجامعه العربيه انه يبني فيها عمارات، ما كيفهمش شنو هو التوازن البيئي وشنو هي داك الجمال ديال هذيك الحديقه اللي كتعطي الجمال لمدينه الدار البيضاء كلها، بغاو يحيدوها. ولهذا هذيك الحديقه الشاويه كان بغاو يحيدوها في واحد الوقت، دابا الى تم التوقيف ديال الاشغال، الى جا زارها السيد الوالي انا كنحيوه، حنا خصو يمشي لكل مكان وكندعيوه يمشي للمدينه القديمه، يمشي للمدينه القديمه ويسمع هو بودنيه للساكنه ويسمع للتنسيقيه، وغادي يخبروه ماذا يحاك ضد المدينه القديمه.